طب اقفل وافتح تاني كده هندسة. طب شيل البطارية حطها تاني. ممكن بدل ما انت قاعد تنفخ في الجو كده هندسة انفخ فيها يمكن تشتغل. ممكن تعمل اللي انا طلبته منك وانت ساكت؟ يا باشمهندس انا عملت كل اللي طلبته مني، الوصلات ركبتها وكله فيشة بفيشة. سيبني هندسة اعمل التاتش بتاعي، اللمسة السحرية. هتعمل ايه عارف اكتر من اللي احنا عملناه؟ ما احنا عملنا كل حاجة. ثواني يا هندسة ثواني. انطلت انطلت. هلا انت عبيط ولا انت بتضربها؟ احنا ايه ماسكين جاسوسة؟ سيبني هندسة انا بعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. ولا ايه ده بقولك عشان ما مديش ايدي عليك انا. طب انا عملت مجهود كبير وبعد اذنك محتاج كوباية شاي عشان اهدى حالا. ايه ده؟ مش قلتلك انا بعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس؟ يعني انا عمال اتنطط قدامك من الصبح وعمال اكلمك بالكودنج وبالبروجرامنج وبالادب ويجي المتسول ده في الاخر يديك على وشك فتشتغلي وكمان عايزه تروحي تعملي له شاي وقهوه؟ والناس كافيه حلاوت والناس كويك يا جماله وكر كدي في فرابتشينو يا بت وعرق اسوس وجن زبيل. ما خلاص يا حبيبتي انت هتقري لنا المنيو كله. ما تتقل يا هندسه ما يمكن في طواقم. لا في تطور. بتعمل شاي. ما انا قلت لك يا يوسف طبيعي في عيوب تبان عشان تتعالج. ما هو انا اللي مجنني ان انا مش عارف ايه سبب العيوب دي. انا تعبت خلاص. انا مش فاهم انت ايه اللي تعبك. احنا مش عاملين اوردر لبادي جديد جاي من اليابان. انا متاكد ان شاء الله ان البادي ده لما يجي هيظبط. هو اصل مفيش حل خلاص غير ان البادي يبقى هو سبب المشكله. انت عارف علاء مشروع الروبوت ده لو ظبط ومشي زي ما انا عايز احنا هنبقى فين؟ هنبقى فين؟ هنبقى في حته تانيه خالص. وعارف بقى ايه اكبر ميزه في ان احنا نبقى في حته تانيه خالص؟ ايه بقى؟ ان انا هرفدك انت اول واحد وهخلص منك. طب يا عم رب ما اشتغل. ما تتخمت بقى علاء صدعتني. يوسف انا معاد نومي يجي لازم اقفل. يلا سلام. على السلامه. صباح الخير. صباح النور. ايه الطوق ده؟ احنا جبنا كلب ولا ايه؟ طوق ايهات بس دي تشوكر كده عملتها بطريقه جديده. ايه رايك؟ عجبتك الفكره صح؟ تسلم ايدك. ودي ايه بقى؟ يوه انت ليه مصمم تقعد على الاكسسوارز بتاعتي؟ اكسسوارز ايه؟ هي دي مش سبحه؟ لا يا حبيبي مش سبحه. دي بريسلت كده عملتها بستايل جديد ونزلتها على فكره على البيج بتاعتي اسمها ويرد ستايل. هي ويرد فعلا. استغفر الله استغفر الله. بس اقول لك على حاجه، انا حاسس ان الويرد ستايل ده هيشتغل جامد جدا في رمضان. على فكره بقى انا مش بعمل المشاريع دي كلها عشان البيع والفلوس، انا بعملها عشان انت مش راضي تشغلني معاك. يا سارة أنا قلتلك قبل كده إن أنا شغلي صعب وسوفت وير وكومبليكيتد، وإنت يعني مع احترامي لتعليمك وعقليتك بس إنت بتحتاجيني لما تيجي تظبطي بروجرام الغسالة. بجد؟ طيب وإنت بقى راجع من شغلك الصعب قوي ده يا حبيبي ابقى اسحب لي 5000 جنيه عشان عايز أجيب بضاعة جديدة. طب ما تيجي نجرب نبيع البضاعة القديمة الأول. يا سارة ده إحنا ب 300 جنيه من الحسين ممكن نغرق البيت من الويرد ستايل ده. من فضلك يا يوسف أنا شغلي صعب وويرد ستايل وكومبليكيتد، فبعد إذنك ابقى اسحب لي 5000 جنيه من سكات. ايه ده؟ باشمهندس يوسف انت بتاكلي؟ لا انا صايمه. يعني كمان بتكدبي وانت صايمه؟ وريني بتاكلي ايه؟ طعميه؟ بتاكلي طعميه في ريسبشن الشركه يا هدير؟ انا اسف والله يا باشمهندس انا بس ما لحقتش افطر في البيت. ما ان شاء الله ما فطرت يا حبيبتي. ما انا كمان ما فطرتش. وبعدين لما حاجه من الكلاينتس يخش دلوقتي ويلاقيكي بتاكلي الطعميه الحلوه المقرمشه دي يقول علينا ايه؟ ها باشمهندس حضرتك معقدها ليه؟ احنا في شركه متطوره يعني، شركات دلوقتي جايبين ترابيزات بلياردو وبينج بونج وجايبين بين باجز قاعدين عليها وبيلعبوا بلاي ستيشن وبيجوا باللبس اللي هم عايزينه في المواعيد اللي هم عايزينها. قالوا لي ان انا عارفه ان انا واجهه الشركه ما كنتش اهتميت بنفسي. ما
مهتميه بنفسك ببدله ابو حفيظه اللي انت لابساها دي؟ طب انا بقى بقول لك بعد كده لما تحبي تاكلي تسيبي مكانك وتروحي تاكلي في اي حته تانية. تمام، حاضر يا باشمهندس. على فكره في جواب جه لباشمهندس رامي. ايه ده بجد؟ هو رامي جه؟ هو ده بيجي ولا بيشتغل ولا ليه لازمه؟ بت كلمي عدل. اسف. رامي ده شريك هنا في الشركه زي بالظبط. ايه هو عشان ما بيجيش؟ ايه لو انا ما جيتش يعني كام يوم هتتكلمي عليا كده؟ حضرتك في زيك، ده انت حضرتك قمر. هو انت لولا حضرتك كان الشركه دي اتسمع عنها؟ هو انت لولا حضرتك كان موظف من الموظفين لا ياكل ولا يشرب؟ ده العصير ده من خيرك. خلاص ما تقفريش. حاضر. روح يلا كملي اكلك في البوفيه وانا هخش اكلم رامي اشوف ايه موضوع الجواب ده. لا خلاص انا تمام. شبعتي ولا ايه؟ لا طعميه خلصت فهكمل صيامي. باب صباح الفل يا باشمهندس. صباح الخير يا علاء. انت الساعه معاك كام؟ ساعتك بايظه ولا ايه؟ انا مش عايز لمضة. ايه اللي جابك متاخر؟ ما انت جاي متاخر. انا صاحب الشركه، انت مالكش دعوه انا اجي امتى. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. لبنى مراتي تعبت واضطرينا ننقلها. علاء انا لما انت ما ردتش كلمتك على البيت ولبنى اللي ردت عليا. ما احنا نقلناها البيت. ما هفهمك. هي لما تعبت درجة حرارتها عاليه جدا، بقت 37 الا شرطه. الا شرطه؟ ولفينا بقى على المستشفيات، بقى ما حدش عارف لها الشرطه دي. قال لك بقى ده مش عارف حاجه بتاعت ربنا ولا مرض وراثي. بس باباها برضو الله يرحمه كان عنده نفس الشرطه دي ومات بيها لعلمك. ولا انت هتيجي في ميعادك تتعلم تكذب. لا اجي في مواعيدي، ما اتعلم اكذب ليه؟ كذب حرام. المهم انت عملت ايه بس في موضوع الربا ده؟ على اساس ان انت كده غيرت الموضوع يعني؟ خلاص وقفت شغل في القديم ده لحد ما البادي يجي من اليابان. مش عارف، ما عنديش حاجه اعملها تاني. ادعى بس يعدي من الجمارك، لحسن انت طالب بادي شبه البني ادمين بالظبط. يا عم وحتى لو ده هو جاي متفكك وفي علب، اللي هيفتحه هيفتكره مانيكان ولا اي حاجه. يا رب بس يبقى احسن من اللي عندك في البيت. لا هو انا اي موبايل صيني هيبقى احسن من اللي عندي في البيت. مدام ياسمين بره، دخلها ولا خلصت خلص السندوتش ولا؟ لا دخليها. اتفضلي حضرتك. اهلا باشمهندس. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اتفضلي تشربي ايه؟ مش عايزه حاجه. لا لازم تشربي حاجه. ليمون؟ اوكي ماشي. اتنين ليمون يا هدير. تلاتة هدير. حاضر هقول للاوفيس بوي. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. ميرسي. وحضرتك اول مره تشتغلي في موضوع الويب سايتس والابلكيشنز ولا عملتي حاجه قبل كده؟ بصراحه هي اول مره، بس انا جه في بالي كده فكره ابلكيشن جديده فقلت اجي اعرضها عليكم. اتفضلي. بص هو الموضوع بدا بجروب للبنات بس على الفيسبوك. الاول كنا بننزل صور لاي راجل بنكتشف ان هو خاين عشان مراته تعرف ان هو بيخونها. هو انتوا بقى اللي عاملين الجروب ده؟ ايوه. حسبي الله ونعم الوكيل. ده لبنى ما بتقومش من عليه الجروب ده. انا بقى جيت لك النهارده عشان نحول كل ده الاب عليه كل الداتا، بحيث ان انا اسهل لكل ست في اي حته وفي اي مكان انها تعرف لو جوزها بيخونها. دي فكره حلوه جدا. احنا ممكن نخلي الستات تدخل اسم جوزها ونمره تليفونه ونوع عربيته ولونها، فكل واحده تدخل بيانات يطلع لها الرجاله اللي بالمواصفات دي. ليه 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 واحنا مباحث؟ وبعدين حضرتك ايه الحماس اللي انت فيه ده؟ وحضرتك جوزك بيخونك يعني فعايزه تخربي على مصر كلها؟ لا انا اصلا مش متجوز. معقوله؟ هو البيت ده رقم 17؟ ايوه. تمام. هو انتوا طالعين عند مين؟ الاستاذ يوسف صبري.
ما تفتحيش عينك. حاضر يا يوسف. واوعي تقعي. اوعى انت توقعني. سلمة. حاسبي. ثانية بقى. ما تفتحيش لسه. يوه. خلاص قربنا قربنا قربنا. تعالي بقى كده. فتح. مساء الخير. ايه يا يوسف ده؟ مش تقولي ان احنا عندنا ضيوف سايبني طالعه بالبيجامه زي الهبله كده؟ لا ما هو ده مش ضيوف. ده هيعيش معانا هنا. نعم؟ هيعيش معانا ازاي يعني؟ هيعيش معانا يا ساره عشان هو ده البروجكت اللي انا كنت شغال عليه وبحكي لك عنه. ايوه فين المشروع يعني في ان انت موقف قدامي راجل ومتنح لي كمان؟ لا ما هو ده مش راجل. يا يوسف عيب كده. بقول لك ايه؟ سمعنا مزيكا هاديه كده عشان تقتنع. عملت سماعات بلوتوث على شكل بني ادم؟ وقف. هو ده اخر طموحك؟ سماعه؟ امال ده ايه؟ بصي كويس يا ساره. ده روبوت. لا ما تهزرش. ده شكله زي البني ادمين بالظبط. الله يا حبيبي برافو عليك والله. هو ده بقى المشروع الكبير قوي اللي كنت شغال عليه ومخبيه عننا؟ شفتي بقى؟ انت عارفه انا شغال على السوفت وير بتاعه ده بقى لي قد ايه؟ طب هو ممكن بقى يعمل ايه تاني غير ان هو يسمعنا مزيكا؟ هو لو مشي زي ما انا عايز يا ساره هيعمل كل حاجه ممكن تتخيليها وما تتخيليهاش. طب وبقى بتتفاهم معاه ازاي كده؟ عادي بتتكلمي معاه. ازيك؟ اهلا يوسف. سلم على مراتي. ازيك؟ اهلا مرات يوسف. اسمي ساره. اهلا ساره. ضغط الدم 120 على 80. نسبة السكر في الدم في المستوى الطبيعي. ارتفاع خفيف في سرعة ضربات القلب. ده عشان انت متحمسة. الله هو عارف كل ده لمجرد بس انه سلم عليا؟ الله انت لذيذ قوي. لذيذ؟ انا لذيذ. طب بقول لك ايه يا يوسف؟ احنا بقى هنسميه لذيذ. الله اسم تحفة. احنا هنسميه؟ مين احنا ده ان شاء الله؟ ايه يا يوسف عادي انا وانت هنسميه. هو انت ليه مش عايزين نسميه؟ قول بقى ان انت عايز تسميه على اسم باباك مش كده؟ هو مين ده اللي اسميه على اسم بابايا؟ سارة انا مش هسمي الروبوت بتاعي لذيذ، ولما المشروع بقى ينجح في العالم يبقوا الاجانب ينطقوها ازاي لذيذ دي؟ عايز يعني لذيذ. نعم. هو ايه اللي نعم؟ اصبر انت كمان سارة. بقولك ايه، الناس في الحاجات دي بتسمي صوفيا سيري اليكسا شميكسا، انما ايه لذيذ دي؟ يا يوسف عادي. وبعدين ما الاسم عاجبه. وبعدين يا حبيبي ده روبوت مصري، والمصري بقى معروف بخفه دمه وكده. لا نسميه هنيدي بقى ما دام هي بخفه الدم. ساره انا مش هسمي الروبوت بتاعي لذيذ. طب بص انت سميه لذيذ وانا اوعدك ان ده اخر طلب هطلبه منك طول حياتي. اخر طلب هتطلبيه؟ مش هتطلبي حاجه تاني بقيت عمرك؟ ها وافقت؟ ها ها خلاص. طب ايه ساكت ليه؟ ما تقول ان انت موافق. قول خلاص. انا بقى عايز اسمع منك ان انت وافقت. خلاص وافقت. خلاص انت هيبقى اسمك لذيذ. لذيذ. شكرا يوسف. لا خلاص بقى انت بقيت فرد من العيله. قول لي يا جو. جو. ايوه جو بالظبط. جو. لا خلاص انا قصدي يعني بعد كده ابقى قول لي جو، مش دلوقتي اقعد قول لي جو جو جو. اوكي بس انت برضه ما قلتليش بقى ايه البتاع اللي هناك ده؟ ايه ده؟ ايه دي؟ صباح الخير. صباح النور. ايه مش هتروح الشغل؟ لا هقوم اخد دش كده وانزل على طول. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا زومبا؟ مستنية اصحيكي الساعة 8. طب يا ستي شكرا خلاص انا صحيت. لا لسه هتصحي الساعة 8 يا ستي. والله صحيت. الله لا لسه ما جاتش التمانية. يا يوسف ما تشوفها واقفالي كده ليه؟ يا سارة في ايه يا سارة بقى؟ ما هي بتصحيك. الله شوية كده وانتوا هتاخدوا على بعض والله هتتبسطي منها قوي. صباح الخير يا زومبا. صباح النور. صباح الخير يا جو. صباح الزفت. معلش معلش بكره هتاخده على بعض هتنبسط منه قوي. اوعى. انت بتعمل ايه هنا اصلا؟ بساعدك. تساعدني؟ مش عارف اتنشف انا اصلي. اوكي هنشفك.
ممكن تتفضل؟ اتفضل ايه؟ تتفضل بره يا خفيف. لذيذ. طب بره يا لذيذ. اوكي. بص بقى لذيذ، احنا دلوقتي هنروح الشغل، فانا عايز سيبك تتعامل مع الناس في الشركه ونشوف هيحصل ايه، فعايزك تتعامل ان انت بني ادم عادي خالص. انا مش بني ادم عادي خالص. ايوه قول انك بني ادم عادي خالص. انك بني ادم عادي خالص يا لذيذ. لا انا قصدي هنقول للناس ان انت بني ادم عادي خالص، فاهم؟ مش بكذب. ما تكذبش. اقول لك على حاجه، مثل. تعرف تمثل؟ اعرف امثل. حلو قوي، مثل بقى كده وريني. كلنا فاكرين ومش ناسيين، كلنا في الانتظار وعلى العهد هنحافظ. لا هو ايه ده؟ معلش. يوسف الشريف في مسلسل النهايه. اشمعنى يوسف الشريف؟ عشان يوسف الشريف روبوت زيي. ايه ده؟ لا يوسف الشريف بني ادم مش روبوت. يوسف الشريف روبوت. بني ادم والله. روبوت. لذيذ. بقولك ايه، ممكن ما تقاوحش وتسمع الكلام، انسى موضوع يوسف الشريف، وعايزك تركز قدام الناس اللي هناك انك تبقى بني ادم عادي خالص. اوكي. قول بقى كده. يا ناس انا بني ادم عادي خالص. ماشي، بس ما تنساش بقى. مش بنسى. وركز. اوكي. طب انا زعلتك في حاجه؟ طيب انت ما بترديش عليا ليه؟ يا ربي بقى الا بالله. يا يوسف الحقني. ايه يا حبيبتي في ايه؟ زومبا هنجت. نجت؟ طب وبعدين؟ وبعدين؟ انت بتسالني انا؟ ما انت اكيد يا ساره طلبتي منها طلبات كتير عشان كده سخنت وهلوست. دي حاسبه بقى يا حبيبي. ايه يا يوسف؟ ركزي بس يا ساره كده وقولي لي انت طلبتي منها ايه بالظبط. هكون طلبت ايه يعني؟ انا كل اللي انا قلته لها. زومبا هاتيلي حاجه اشربها من التلاجة. حاضر. هاتيلي حاجه اشربها من التلاجة. ده انت لو قلت لي انا هات لي حاجه اشربها من الثلاجه مش هعرف اجيب لك ايه بالظبط. يا سلام. ايوه طبعا. مش التهنيجه دي طبيعيه يا لذيذ؟ لا. شفتي هنج هو كمان. تسعة وعشرين. بقولك ايه، انا عايز اخد لذيذ. ساره بقولك ايه، الروبوتس دول انا اللي عاملهم. انما هم اصلا المفروض يفضلوا في الشركه، انا بجيبهم البيت كده عشان اشوف لو فيهم غلطات ولا حاجه اصلحهم. اديها يومين وهتلاقيها زيها زي لذيذ معاكي بالظبط. تلاتة. لبنى لبنى ما تخرجنيش عن شعوري والنبي، انا مش طايق نفسي وانا هلاقيها منك ولا مش شغل. طب انا وصلت الشركه ومش سلام يا لبنى. انت مين انت كمان؟ انا بني ادم عادي خالص. بجد والله انت مش انسان آلي يعني؟ انسان آلي؟ ايه الهبل ده؟ الهبل هو مصطلح يعبر عن فقدان العقل والتمييز، وقد يحدث بسبب تعرض الانسان لصدمه قويه. ايه ده؟ فين هدير؟ احنا فين هنا؟ هدير اجازه. اهلا بيك في واي كرييشنز. انت بتعرفني على المكان عشان انا مش شغال هنا يعني. انت مين؟ انا بني ادم عادي خالص. ايه ده؟ انتوا اتعرفتوا على بعض خلاص؟ مين ده يوسف؟ انت ايه شاورما مالقولكش ولا ايه؟ محدش قال لي حاجه. لا ده كده في سوء تفاهم. يا ابني ده المهندس الجديد اللي هياخد مكانك في الشغل، هتعمل له هاند اوفر لكل حاجه خلاص. هانج اوفر؟ ولما هو جه مكاني وانا اترقيت؟ طبعا ما اترقيتش. انت لقيت شاورما مبلغوكش؟ والله ما قالوا لي حاجه. مش انا رفدتك؟ رفدتني. اتفضل بقى الهانج اوفر بتاعك. انت الخسران يا يوسف عامه. خد تعالى يا اهبل تعالى. انت بجد مش عارف ده ايه؟ خلاص يا يوسف، المهندس الجديد اللي انت جبته مكاني وبني ادم عادي خالص، انت هتذلني؟ مهندس ايه ده بس يا رب؟ رحب معايا بالروبوت الجديد. لذيذ. ما تقولش. يا ابن اللعيبه. ده البادي لسه جاي من اليابان، لحقت جمعته وسطبت السوفت وير؟ انت قلت ايه سميته ايه؟ لذيذ؟ بتعملي ايه يا زومبا؟ انت
شايفه اصلا؟ وايه الاطباق دي كلها؟ انتي قلتي اغسلي الاطباق. ايوه بس انا كنت اقصد الاطباق المتوسخه يعني، انما انت كده وسختيهم كلهم. خلاص روحي انتي وانا هغسلهم. لا انا هطبخ الاطباق واغسل الاكل. لا انا اللي هغسل الاكل. ايه لخبطتيني. انا اللي هغسل الاطباق وانتي روحي اعملي الاكل وسيبيهم دلوقتي. يخرب بيتك عملتي كده ليه؟ انتي بتبصيلي كده ليه؟ على فكره بقى انتي اللي كسر الاطباق مش انا يعني. انا عملت ايه دلوقتي طيب؟ يعني انتي الغلطانه وكمان ببرقيلي؟ ايه ده بقى في ايه؟ يا مامي بجد؟ باشمهندس يوسف عايزينك لحظه بره بس بعد اذنك. طب قول اللي انت عايزه من عندك، انا ورايا حاجات بعملها. مش هينفع، عندنا مشكله كبيره بس لازم تبص عليها بنفسك. ملوش لزوم يا جماعه، ايه كل ده والله؟ ايه كل ده ايه؟ دي حفله بسيطه يا باشمهندس بمناسبه نجاح مشروع الروبوتات. لا يا لذيذ وقف، ده مش عيد ميلاد، ده احتفال عشان انت نجحت. نجحت في ايه؟ نجحت في انك اشتغلت. احتفال بيا؟ لا هو احتفال بيا. انا اللي نجحت. ما هو انت نجحت عشان انا نجحت ان انا اشغلك. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا يا جماعه. شكرا يا عرف. لا عفوا يا باشمهندس علي، انا لقيت زيت قلت ازيد. عقبال ما تخويه. ان شاء الله يا اخويا. عارفين يا جماعه موضوع الروبوتس ده لو مشي زي ما انا عايز الشركه دي هتروح في حته تانيه خالص. شكرا يا علاء، انت تعبت واشتغلت معايا في المشروع ده كتير برضو. لا شكرا على واجب يا باشمهندس، ده احتفال بسيط وكله من ميزانيه الشركه، يعني محدش صرف حاجه من جيبه خالص. احتفال بسيط ومين ميزانيه الشركه؟ وهو انا مش شريك في الشركه دي ولا ايه؟ شريك طبعا، ده انا لسه حالا كنت هقول لهم ام رامي فين ناقصاه. ما انا صرفت نظر خلاص عن موضوع الاكسسوارز ده. يا بنتي البنات بقت قلوده قوي، كل ما اعمل حاجه يقلدوني، ما بقتش عارفه اعمل ايه. والله الريحة دي. طب اقفلي اقفلي يا كنزي دلوقتي. باي. زومبا انت حرقتي الاكل؟ زومبا مش بتحرق الاكل، سارة بتحرق الاكل. انت سمعتي الجملة دي من مين؟ يوسف. لتصودة. الله. مين اللي عمل كل الاكل الحلو ده؟ زومبا. ده شكله حلو قوي. تحفة. أخيرا عملتي حاجة حلوة في حياتك. أيوة كريم كراميل كمان. الله. أنا بجد يا زومبا أسفة على أي حاجة وحشة قلتها لك. أنا شكلي كده طلعت ظلموكي. رايحة فين؟ أحط الأكل على السفرة. لا 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 سيبي بس دلوقتي. حرام عليكي ليه كده؟ هو أنا يعني لازم أقولك حطيه مكانه؟ أنا برضو غبية. كاكاو. بس اقولك ما يهمكيش، كسري براحتك، الاصناف كتير. يا بنتي مش قصدي، انا جاتلي فكره. احنا الاكل ده مش هناكله، هنبيعه. لمين؟ هنعمل مشروع اكل بيتي، انت تطبخي وانا ابيع والبيج بتاعتي تكبر. عارفه اسميها ايه؟ هسميه بساره عشان يبقى دبل مينينج، لايقه على اسمي ولايقه على البساره. ايه رايك؟ وحش قوي. عجبني. الو. ايوه يا حبيبي، اتاخرت كده ليه؟ معلش يا حبيبتي والله بقالي 3 ساعات في ميتنج مع رامي، مستعجل قوي على موضوع الروبوتس. ما تتكلمش وانت سايق، ممكن تعمل حادثه وتموت او تفقد الذاكره. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا ساره، بس فقلت له يستنى عليا شويه عشان لسه في حاجات اصلا عايز اخلصها في الروبوتس. انا بيني وبينك بفكر اخد بكره اجازه عشان تعبان قوي من الفتره اللي فاتت. ايوه احسن اقعد معايا بكره في البيت. بقول لك ايه صحيح، مش هتصدق، زومبا عملت اكل خطير. خليتها كده تجيب وصفات من على الانترنت وتجربها. قعدت تطبخ اكل والله العظيم يوسف الاكل تحفه. ايه ده
يعني مش هتغدى غدوة من المحروقة اللي انا متعود عليها بتاعت كل يوم ولا ايه؟ لا انت هتدوق بس، الاكل ده احنا هنبيعه. يعني زومبا طلعت لهلوبة في حاجة اهو. ها ما تتكلمش وانت سايق، ممكن تعمل حادثة وتموت او تفقد الذاكرة. حاضر قلتلك اسكت بقى. يعني في حاجات وحاجات، بس انا مبسوط والله ان هي طلعت. ما تتكلمش وانت سايق. يي اسكت ثانية يا سارة، انا بقى هقفلك عشان الصداع ده. ايوه يا سارة شفتي اهو لذيذ فيه مشاكل زي زومبا اهو، عشان ما تقعديش تنقي عليا. يلا انا هجيب كام حاجه واجي على البيت على طول. وما تتاخرش. ماشي يا حبيبتي يلا باي باي. ده انت حقنا حلوه قوي كده. بصي بقى يا ستي، انا كده صورت كل الاصناف، ناقص بقى يعني نشتغل شويه في الماركتنج. بصي انا هعمل لك حته لوك خطير، واديكي اطباق تروحي توزعيها على الجراند كومبليمون. زومبا ما طبختش كومبليمون، زومبا طبخت رقاق محشي. انت الترجمه مالها يا زومبا؟ الترجمه مالها يا حبيبتي؟ كومبليمون يعني مجامله. بصي يا ستي، انت هتاخدي الاطباق اللي احنا طبخناها دي. زومبا اللي طبخت يا ستي، ما اختلفناش. المهم هتاخدي الاطباق دي وتطلعي على بيت بيت تضربي الجرس وتديلهم الطبق، واهم حاجه تكوني مبتسمه. لا مش قوي كده. ماشي اقول لك انت الموضوع، اول ما تديلهم الطبق تقولي احنا عاملين اكل بيتي ونفسنا ان انتوا تجربوه. واخد تمن كومبليمون. لا يا زومبا، تاخدي تمن ايه بس؟ يعني دي دعايه يعني بس عشان الناس تعرف. بصي يا ستي، انت هتاخدي الصينيه دي وهتطلعيها فوق لطنط ميرفت، وهتقولي لها ان انا اللي طبخه، واوعي تقولي لها ان انت اللي طبخه الاكل. انا اللي طبخه الاكل. انا اللي طبخه الاكل يا ستي. ما خلاص عرفنا كده وكده يعني. انا عايزاكي الصراحه تدي لها الاكل ده وتقولها ان انا اللي طبخاه عشان تغير فكرتها المنيله عني. حاضر. هنا بويه، هنا بويه تعالي افتحي، انت مش سامعه ده كله نايمه على ودانك كده على طول؟ طيب طيب ايه 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 بتعملي ايه يا ترومبا انت؟ بضرب جرس باب طنط ميرفت. ما انا سمعتك وفتحتلك اهو، يخرب بيت الغباء الاصطناعي. خلاص ايه عايزه ايه؟ تاخدي الطبق ده ساره بعتهولك كومبليمون. ساره ما بتعرفش تعمل اكل كده وكده يعني عشان تغيري فكرتك المنيله عنها. منيله؟ مين اللي علمك الكلام ده؟ ساره. الله ريحته حلوه. طب تعالي خرب عقلك، ده طعمه حلو قوي يا ترومبا. زومبا زومبا زومبا. الحق يا نبويه تعالي. الحق يا نبويه، اختراع يوسف ابني علمها تعمل اكل احسن من اكلك 100 مره. ما تزعليش، هخلي يوسف يعلمك بالكمبيوتر زيها. دوقي خدي. يا بنت العفاريت عملتي ازاي ده يا توم؟ طماطم وبهارات، الكلام ده جميل وزي الفل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هادي اول حاجه نعصر اللحمه بتاعتي، وشبك الرقاق بعد ما حشيته باللحمه واهبده كده اهو، وحته الزبده السايحه اهي. يلا يا باشا قوم بقى واروح جاي كده على الفرن. صلاه النبي عليك يا ابني، اذكر الله. لا صلي على النبي. لا جرى ايه يا حبيبتي؟ هو انت جايه تعلميني الطبخ ولا ايه؟ اعلمك. فين المطبخ؟ لا مطبخ ايه يا حبيبتي؟ هو احنا جايين نتنطط هنا على شغل بعد؟ يلا يا مام، يلا يا حبيبتي اتكلي على الله شوفي طريقك. يلا يا حبيبتي خفي نفسك شويه واتكلي. يلا يا حبيبتي يلا يا حبيبتي يلا، دي جايه تهنج عندنا. يلا حاسبي يا عليها عشان بتحاسب عليا. يلا يا حبيبتي عايزين ننام. يلا بننام بدري يا ماما. يلا دكتور قرف. ألو. أيوه يا باشمهندس. إيه يا هدير؟ أنا مش قايل محدش يكلمني قبل الساعة 10؟ الحقني يا باشمهندس، في مصيبة. مصيبة إيه؟
ايه يا هدير في ايه؟ مفيش. هو ايه اللي مفيش؟ انت منزلاني على ملا وشي عشان تقولي مفيش ما تنطقي. باشمهندس رامي وباشمهندسه منى مراته. ماله؟ طلب مني اعمل له قهوه ولما رفضت. لا ثانيه واحده، انت جايباني وعامله لي القصه دي كلها عشان انت طلب منك تعملي قهوه؟ حضرتك لو اديتني فرصه كنت هكمل لك بقيه الحكايه. بخلصي. لما قلت له مش شغلي راح مزعلي وراح مهزقني، ولما بقى قلت له هقول لباشمهندس يوسف راح اتردد باشمهندسه منى مراته وقالت لي من هنا ورايح باشمهندس يوسف ده ملوش علاقه بالشركه. وقالت لي ده كده يعني. ايه الكلام الغريب ده؟ طب انا داخل لهم. لا ما هم مش في مكتبه. امال فين؟ مشيوا؟ لا جالهم ضيف كده لان هو محامي مش مهندس رامي وقاعدين في مكتبك كمان. طيب تمام متشكر، مع السلامة. انت لسه قاعد كده؟ عادي يا سارة انا تمام. انا بجد ما بقتش عارفة مالك. ضغط شغل بس. طب يا سيدي كويس انه شغل. طب قولي بقى ادلعك وفرفشك ازاي دلوقتي؟ بوسيه واحضنيه. ازاي يعني؟ كده. ارجع يا عم انت، هي قصدها مش هينفع وانت واقف لنا كده. اوكي. طب ما انت شايفنا برضو. اوكي. بقولك يا سارة، انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع كده بخصوص المشاريع بتاعتك. عارفة ما تكملش، مبسوط منها وعايزني ازودها واساعدك في البيت كمان. لا هو انا الصراحه كنت عايز اقول لك تبطليها لان احنا بنخسر فيها اكتر ما بنكسب. لا ده كان زمان، ده انا دلوقتي اتطورت خالص خد بالك. وبعدين خلاص انا هخلي زومبا تساعدني في المشاريع بتاعتي وهنكسب فلوس قد كده ومش هطلب منك ولا مليم كمان يا رب. ايه النيجاتيف انرجي دي؟ فين جول اللي انا اعرفه؟ اهو. امشي من هنا يا لذيذ. اوكي. امشي من الجنينه بس يا لذيذ، لحسن ده ممكن ينفذ بالحرف ويمشي ويسيب لنا البيت خالص. طب فرفش كده وانا اقوم اخلي زومبا تعمل لنا حاجه نشربها. ماشي. زومبا بقول لك ايه، عايزه اطلب منك طلب بسيط. حاضر. كنت عايزه شاي بلبن. ايه الاقي ايه اسهل من كده اطلبه منك يا شيخه؟ في اسهل من كده؟ طب بالراحه. عارفه اللبن؟ اه. فين اللبن؟ في الجاموسه والبقره والماعز. لا 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 انا مش قصدي كده، مش قصدي كده، قصدي فين في المطبخ اللبن؟ في التلاجة. شاطره. فين بقى الشاي؟ في الدولاب. شاطره. اهو احنا بقى هنجيب اللبن اللي في التلاجة على الشاي اللي في الدولاب وهنحطهم على بعض يقوموا يعملوا لنا شاي بلبن. فهمتي؟ الدرهم. الدرهم؟ ما انت بتجاوبي على ايه؟ صباح الخير. صباح الفل. كويس ان انا لحقت اشوفك، ده انا كنت خلاص نازل انا ولذيذ. لقيت النشاط ده كله بس سبحان مغير الاحوال. امال كان مالك امبارح؟ هي دي حاجه مضايقاكي مثلا؟ عادي يا ساره، انا قلت بدل ما اخلي ضغط الشغل يحط عليا احط انا عليه واشتغل اكتر. طب والله العظيم يا حبيبي برافو عليك، فرحتني. طب مش عايز اعمل لك فطار؟ عملت له فطار. طب اعمل لك ايه على الغدا النهارده؟ سالته وقال لي اي حاجه اي حاجه. بقول لك يا ساره، والنبي لو لقيتيها اتزنقت او هنجت كده ابقي افصليها او شوفي اي حل، لحسن دي لو حصل لها حاجه انا هيحصل لي مشاكل كبيره في الشغل. لا يا حبيبي ما تخافش على زومبا مني خالص، ابقى خليها هي بس اللي تاخد بالها مني. صباح الخير. صباح الفل. عاملة ايه؟ الحمد لله كويس، كله تمام الحمد لله. ايه الريحة دي؟ ريحة ايه؟ اه ده البرفيوم بتاعي بلاك اكس اس فورمين. فورمين؟ انت بتحطي برفيوم رجالي يا هدير؟ هو مش لما احط برفيوم رجالي ده يعجب الرجالة؟ فورمين؟ انت مين اللي قالك كده يا بنتي؟
اصل انا قعدت فتره احط برفيوم حريمي ولقيته ما جابش نتيجه الصراحه مع اي حد فقلت اغير يعني. لا يا هدير، هي المشكله مش في البرفيوم، المشكله في حاجات تانية كتير. انا بتكلم على ريحه الاكل. ايه ريحه الاكل دي؟ اكل بيض بالبسطرمه وشكشوكه وفول بالزيت الحار. ما شاء الله حضرتك جبت الاوردر بالظبط. اكل تاني يا هدير؟ هو انت بتسمعيش الكلام؟ لا حضرتك قبل كده نبهت على الطعميه. تمام، يبقى كده الطعميه والشكشوكه والبيض بالبسطرمه والفول بالزيت والبطاطس الصوابع والبتنجان واي اكل ما تاكليش هنا. تمام حضرتك، هبقى اركب محاليل اتغذى عليها عشان حضرتك منع الاكل في الشركه عنيا. انت بتتلمضي ومش عاجبك. طب بصي بقى يا هدير، من هنا ورايح الباشمهندس لذيذ هيشتغل معانا هنا في الشركه، ولو شافك بتعملي اي حاجه من الحاجات اللي انا منبه عليك انك ما تعمليهاش هيجي يبلغني، وساعتها اقسم بالله يا هدير اللي هيبقى اخر يوم ليكي معانا في الشركه. هو بجد هيشتغل معانا في الشركه؟ هاي انا هدير. وانا لذيذ. واضح جدا طبعا. على فكره هو مش بيزعلي كده دايما، هو بس لازم يرسم الشخصيه دي قدامك عشان انت اول يوم ليك يعني معانا في الشركه وكده، ولازم تهابه وتخاف منه. وبعدين اصلا ما يقدرش يستغنى عني، ده انا بيتعرض عليا اوفرز من شركات وعرسان يا لهوي. بس انا عندي انتماء هنا للمكان يعني، يا ريته بيتقدر. بس يلا مش مشكله. قولي انطباعك الاول عني ايه؟ احنا بقالنا 5 دقايق اهو بنتكلم. انا ما اتكلمتش. ايوه صح ما اتكلمتش. يعني مثلا ايه الصفه اللي انت استخلصتها من شخصيتي في الشويه اللي احنا وقفناهم مع بعض؟ رغاية. اهو شفت، شويه صغيرين وقفتهم معاك خليتك تاخد عليا وتهزر معايا لدرجه ان انت تقولي رغاية وكده. ان شاء الله تبسط معانا يا باشمهندس. باشمهندس لذيذ. ايه يا زومبا، ساعة بناديلك عشان تيجي؟ ربع ساعة بس. طب بقولك ايه، عايزاكي كده تفكري معايا في اكل حلو نعملها ليوسف. بسبوسة. لا مش قصدي حلوة كده يعني، قصدي حلوة يكون بيحبها. مكرونة بالباستا والوايت صوص الابيض. انت بتقولي ايه؟ مكرونة بالباستا. خلاص خلاص فهمت، قصدك باستا وايت صوص يعني. فكرة حلوة، يوسف بيحبها. عارفة. يا سلام يا اختي على الثقة. طب خدي كاس الزبالة بقى ارميها برا في الباسكت. مش عارفة الزبالة اتأخر كده ليه، ويا ريت بقى تبقي ترجعي لي في خلال الشهر ده. ها حاضر، خلال الشهر ده. يا نهار السود، انا ايه اللي عملته ده؟ اطلبي الاسعاف بسرعه يا ليلى. تليفوني فصل. طب تعالي ناخدها نوديها المستشفى. زومبا 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 زومبا، انت كويسه؟ ايه اللي حصل؟ سارة زبالة. ايه؟ سارة زبالة. مين دي الزبالة؟ انت مش مين يا زومبا؟ مقفولة. الحمد لله الحمد لله. بتتكلم حالتك تعرفيها؟ ايوه طبعا، دي الشغالة بتاعتي. يلا يا زومبا قومي عشان نخش جوه. لا حالتك تخش جوه فين حضرتك؟ دي لازم تروح المستشفى، ده ممكن يكون جالها ارتجاج ولا حاجة. يا فندم ارتجاج ايه بس، ما هي زي الفل اهي. يلا يا زومبا. شايف اللي بيحصل ده؟ ما ينفعش نسيبها كده. انا عايز اعرف الست دي بتعمل ايه مع الشغاله بتاعتها. يعني انا بجد مش عارفه ايه اللي خلاكي تعدي الشارع ده اصلا. زباله يا استاذه. انا ملك فهمي، نشطه حقوقيه وعضو لجنه حقوق الانسان. معلش انا غلطت ولازم اتعاقب، انا مجرمه، انا مذنبه، حضرتك لازم تعملي فيها محضر وتطلبي تعويض عشان ما اعملش كده تاني. يا فندم ليه بس الاوفر ده كله؟ ما الست مسامحه، هي مفيش حاجه. استاذنك بقى نخش نكمل اكلنا وشربنا ويومنا، مش هنعيش اليوم كله على حادثه يعني. بعد اذنك والله العظيم كان نفسي اقول لك اتفضلي بس مفيش راجل في البيت. ايوه يا يوسف، انت فين؟ قربت يعني؟ طب يلا والنبي تعالى بسرعه عشان عايزاك ضروري. ماشي باي باي. انا مش هتحرك من هنا غير لما اعرف الست اللي جوه دي بتعمل ايه في الشغاله بتاعتها. مطي الله يا لذيذ.
دهنك ده ولا ايه؟ هفصل شحن، هفصل شحن. انت جاي تفصل شحن دلوقتي؟ محتاج كهربا. تعال. ده انا هحطك على الكهربا للصبح. شايفه بتعمل فيه ايه؟ انا مش فاهمه فيه ايه اللي بيحصل هنا. تعالي نخش. يخرب بيت طولك يا اخي. عيلة سادية قوي، 50 شيدز اوف جري فاميلي. هنعملهم ايه بس يا ملك؟ احنا مش في ايدنا حاجة. يلا بينا، احنا كده هنتأخر على ندوة اليوان. ندوة اليوان ايه بقى؟ ندوة اليوان ايه اللي هنتكلم فيها عن حقوق الإنسان واحنا سايبينه هنا للقهر والتنكيل؟ أنا مش رايح حتة، أنا مش همشي من هنا غير لما أجيب للغلابة دول حقهم. نلاقيها منين ولا منين بس يا ربي؟ أنت كويسة؟ ايوه طبعا انا كويسه، بس ما اعرفش بقى هي ايه اللي حصل لها. ما انا عارف ان انت كويسه. هو انت اللي اتخبطتي ولا هي؟ شكلها باظت اصلا. ده على اساس بقى انها كانت سليمه في الاول يعني؟ اه طبعا كانت سليمه. وبيرفعي لها الباروكه عشان ما تغطيش على الكاميرات اللي في عينيها عشان تعرف تشوف. طب وهتعمل فيها ايه دي؟ هكلم عرف عشان يجي يرد الحتت اللي اتخبطت فيها دي على البارد. هحتاج بس انزل اجيب له شويه حاجات. ايه ده يعني هي ما ينفعش تيجي معايا وتشيل؟ اصلا يعني كنت هاجي معاك اروح السوبر ماركت اجيب شويه طلبات كده للمشروع بتاعي الجديد. كده الوجبات كلها جاهزة، كل وجبة مكتوب عليها العنوان بتاعها. لما يبقى يجي الراجل بتاع الدليفري. ايه يا جيجي، هنبقى نسلمهم له. ايه يا بنتي؟ حاضر. السلام عليكم يا استاذة، معلش اتأخرت النهاردة، كنت عايز بس عارف. يا ست الكل ده كله، ربنا يكرمك يا رب. والله انتوا ناس في منتهى الكرم. لا هو انا بجد ما توقعتش ان اكلها يبقى حلو كده، بجد لازم تشوفيه. طب خلاص ظبطي بقى مع يوسف يجي يعدي عليا عشان ندوق كلنا. ما انت عارفه بقى عربيتي في التوكيل وسالفه عربيه ايهاب. صحيح يا جيجي، انا فواتير التوكيل بتاعت عربيتك جت على البيت عندي. بجد؟ ده انت تلاقيني اتلخبطت ولا حاجه؟ ما انت عارفه بقى بيتك بيتي. بس بقول لك ايه، مفكرين حاسبك، انا ماليش دعوه، انا هحاسب. لا ما انا الصراحه يعني ما حسبتهمش، اصل انا صارفه كل فلوسي على السمبوسك والمشروع ده بالذات واخد راس مالي كله. ماشي يا ساره خلاص، يعني لو انت بالنسبه لك مشروعك اهم من اختك وان عادي اختك تتبهدل في المواصلات تركب تكاسي، خلاص انت حره يا ساره، ما تدفعيش الفلوس. ماشي، باي باي. يا جيجي استني بس، اعمل ايه يا ربي دلوقتي؟ اجيب لها الفلوس دي كلها منين؟ مستوره يا زومبا، ملوش لزوم، زنقه وهتعدي ان شاء الله. ايه ده، انت جبتي الفلوس دي كلها منين يوسف؟ ايه يا صوت؟ هو انت اديت لزومبا الفلوس دي؟ فلوس ايه؟ ده لذيذ كمان جاي بيكلمني في فلوس، هما مالهم دول؟ انا بجد مش فاهمه حاجه. يعني انت يا زومبا جبتي الفلوس دي منين؟ مدام ملك. مين مدام ملك دي؟ ملك فهمي ناشطة حقوقية؟ دي لخبطت زومبا. هي اتكلمت معاكي يا زومبا؟ ايوه، ودخلت البيت وعملت لها نسكافيه. نسكافيه؟ يعني عملت لها نسكافيه ما كنتش عارفه تعمليه شاي بلبن؟ هو ده وقته يا ساره؟ ست قلت الذوق، ازاي تخش بيتي وانا مش موجوده؟ هتدخل بكره وانتي موجوده. ازاي يعني؟ هتيجي مع الصحافه ولجنه من حقوق الانسان عشان تخليكوا عبره لامثالكم.
لا لا لا، لجنة ايه وصحافة ايه؟ يا نهار اسود. عادي يعني يا يوسف، بيقول لك لجنة من حقوق الانسان، نقول لهم ان هم روبوتس ونمشيهم وخلاص. يا سارة لا، انا متفق مع رامي ان احنا مش هنعلن عن موضوع الروبوتس ده دلوقتي خالص.